من اختار السفر إلى العمرة أو لزيارة أهله ماراً بطريق صحراء الجوف لابد عليه أن يحبس أنفاسه ويستعد لمشقة عظمى تعود لساعات طويلة بل لأيام. فها هي معاناة المسافرين جلية في صحراء الجوف القاحلة بسبب طول الطريق فيها والتي تمتد لأكثر من 6 ساعات طويلة إذا لم يحدث لها طارئ، وتتعرقل السيارات أو الحافلات إلى أيام كما حدث هنا. حافلات نقل للمسافرين مررنا بها في صحراء الجوف تعاني التعطل بسبب الأمطار التي هطلت قبيل وصولهم إلى الصحراء، ما أدى إلى توقف الحافلة لأيام، وحاجة المسافرين الملحة للأكل والشرب بسبب انقطاع الصحراء عن الحياة فيها. نحن نعاني معاناة خليها على الله. من الساعة 12 في الليل ونحن جايين يعني برا حيلة بالصحراء، لا شبكة موجود ولا شيء موجود ولا شيء متوفر، قاوعين لحد ما سوينا ولا شيء، جالسين نشتغل من الساعة 12 ونحن جالسين نحفر هذا شيء. نص البس عوائل رقود 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 مو شغلهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. خط الصحراء يعني ما عاد تشمل الا حسبي الله ونعم الوكيل. تقوى الله وفتح المنافذ. ها بقيت سيارتي اطلب عذابنا واسرتي، ولو ما يمكن معانا 170 ريال علشان يسحبونا ان احنا مغرزين انا كرمان ننتقل الى رحمه الله تعالى. اتقوا الله اتقوا الله. وجوه ملأها غبار الصحراء، وأناس ناموا على ظهرها من شدة التعب وهول المسافة التي قطعوها غير آبهين بحرارة الشمس الحارقة عليهم، ومناشدات مرهقة لفتح الطرق اليسيرة والتي كان يقضيها المسافرون من قبل لساعات فقط للوصول إلى مناطق ذويهم بدل الأيام الطوال التي تمر عليهم الآن. فهل من حلول عاجلة لتخفيف معاناة آلاف المسافرين يومياً عبرها لفتح الطرق؟ وهل من مستجيب لمطالب هؤلاء وتيسير المشقة على الكثير من المثقلين بهموم السفر والحياة؟ افتح الطريق افتح الطريق. هاي جيب المطر جيب المطر.